I'm running out of time, every day goes by so fast and every moment counts. هاي صبايا، بهيدا الفيديو حفاجيكم كيف قلبت ماي افري داي لوك للوك لبالليل اكثر شوي. هيدا الفيديو اكثر للعالم اللي ما عندهم وقت، اللي بيجوا من الشغل متاخرين او من المدرسه بدهم دغري يعملوا ميك اب ليقدروا يظهروا بالليل. اعتمدت خطوات سريعه ان شاء الله تلاقوها سهله، وقبل ما تفلوا ما تنسوا تعملوا سبسكرايب واعطوا ثامز اب لهيدا الفيديو كرمال ما تنسوا بعدين. أول كونتور يلي على الوجه، هلا انا كنت مخففته لانه كان بيلو، دائما لازم نعمل هيك لانه بعدين اذا كثير كترته بيصير صعب تدمجوه هون على الوجه. واجان اكثر شيء بحبه اول هايلايت. هارسم حواجبي، اكيد لازم كل شيء يكون اقوى خصوصا الحواجب، حيبينوا كثير باهتين اذا قوينا كل الميك اب وتركناه هون. وبنعمل هيك مثل خطوط صغار مثل كانه عم ترسموا شعر. يو هلا للاي شادو، حكون عم بستعمل الناكد 2 باليت باي اربن ديكي. بحبها لانه فيها كثير الوان ناتشرال، فيكم تكونوا عاملين ميك اب كثير خفيف وبنفس الوقت فيكم تقووا الميك اب لانه في الوان غوامق. اوكي، اول شيء حاعمل حاخذ هذا اللون اللي هو اسمه تيز، وقت اكون عم بدمج الاي شادو بحب اعمل مثل دويرات صغار لجوا كرمال بيندمج اسهل بكثير، ما ببين غريب، ببين حلو وسيملس. هلا نحن اجمالا بلشنا بلون فاتح، ونحن وعم ننزل لتحت شوي فينا نغمق، ما كثير تطلعوا الالوان الغامقه للحواجب. نكست حاخذ اللون اللي اسمه سنيك بايت ونحطه تحت اللون اللي هلا حطيناه. تنسيت بعطيكم اياها انه you can never blend too much. وانا اكثر شيء بحب اعمله انه كل شيء عملته فوق برجع بعيده تحت الرموش، لان هيك بتبين اللوك متناسقه. واخر ستيب للعيون حاخذ لون فاتح اسمه هاف بيك، هيدا لون شيمري يعني لميع اذا بدكم. حاستعمل النكس مات فينيش سيتنج سبراي، حيلا سبراي فيكم، حتى فيكم ترشوا شويه مي على الفرشايه، وقتها تحطوها على العين بيكون لميع اكثر بكثير. واخر شيء حاعمله لقوي شوي هيدا الميك اب لوك، حقوي شوي الليبستيك، حاستعمل الدالي ليب لاينر بلون بيج شيك. I'm running out of time, every day goes by so fast. اوكي، وللليبستيك حاستعمل هدى بيوتي جيرل فريند. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الميك اب لوك. اذا بتحبوا تتعرفوا علي اكثر اعملوا لي فولو على الانستا، حسابي هو نور زي، حطوا كومنت تحت شو بتحبوا تشوفوا للفيديو الجاي ان شاء الله. باي.